شيخنا في كثير من الناس أو يعني بعض الدكاترة يتحدثون عن بعض السنن مثل ما هي سنة الجمعة القبلية، فيقول وكذلك الأذان يعني جعل الأذانين في الجمعة. فحينما تسألهم يعني سألت بعض الدكاترة قال نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي الراشدين من بعدي، فقال إنه بهذا يعني هي سنة استنها الخلفاء عثمان وهم من الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيك بهذا الاستدلال أو طريقة الاستدلال هذه؟ استدل على أنها سنة بالحديث هذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، واستن يعني استدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين ويقول هي سنة ما دام أن ثابت في هذا الحديث. نعم، نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف. أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلاله. أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه، والآن صدقت فيما قلت وجزاك الله خير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليها، قد تكون دالة عليها، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي. وهذا المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث الإرباض بن سارية. الآية هي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وزانها من حيث الدلالة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين. لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين، وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين، كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط استدلالهم جذريا من أصله، على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك. شيخنا كأنه هذه لفتة جديدة يعني. قد تكون جديدة نسبيا لكن الله يشهد بأنها منذ كنت في الشام وأنا أقرر هذا المعنى لهذا الحديث لهذا المقابلة أين بين الآية والحديث أين جميل جدا.